أقول لك الصراحة، أنا استغربت لما لقيتك هنا. ليه؟ هو مش أخويا برضو؟ طبيعي أكون جنبه في يوم عيد ميلاده. طيب ما تزعلش نفسك قوي كده، دوق ده. حلو قوي، طازة. البرتقال بهنساوي من محصول الأرض بتاعتكم، على رأي محسن يعدل المزاج. كل سنة وأنت طيب يا محسن. بص بقى، انا جبت لك ايه؟ محسن بيحب المحمول. هدي البتاع ده شويه، هو مش ممكن يتقلب؟ ممكن يتقلب. الله يطمنك يا سيدي. هو ده من الجرارات اللي بابا كان بيستوردهم؟ ده هندي موديل 86، 260 كيلو وات، 2200 سي سي. انت بتفهم في الجرارات كمان؟ ابويا قال اللي مالوش في الجرار يكح نار. ماشي يا عم التنين. انت عارف ان انا بشتغل في العربيات؟ هندي؟ هندي وصيني وكله، بس الناس بتحب الامريكاني والالماني عشان بتبقى احسن واسرع ومليانة اوبشنز. يعني ايه اوبشنز؟ يعني كماليات، الحاجات اللي الناس بتدور عليها اللي بتريحهم وبتخلي حياتهم احسن. كل حاجة بقى فيها اوبشنز، مش العربيات بس. التلاجة اللي بتحط فيها الاكل بتاعك، التليفون اللي انا جبته لك النهاردة مليانة اوبشنز. كله حتى الجرارات الحديثة فيها اوبشنز. الحتة دي هتبقى بيتي الجديد. هتبني بيتك هنا؟ ايوه. وهناك هبني المركز الجديد. مركز ايه؟ مركز دكتورة ملك. انت هتبني مركز للدكتورة ملك؟ ايوه. هي اللي طلبت منك كده؟ لا، دي فكرتي. فكرتك انك تبني مركز للدكتورة ملك؟ ايوه. وهحط فيها اوبشنز كتير. منين؟ هتعمل الحاجات دي منين؟ انت معاك فلوس؟ انت محتاج في الموضوع ده كله على الاقل 1.5 مليون او 2 مليون. هتجيب 2 مليون جنيه منين؟ معرفش. انا اقول لك بقى، شايف الارض دي قد ايه؟ 36 فدال، 151,200 متر. عارف بقى كل ده يعمل كام؟ 6 مليون. عارف 6 مليون جنيه على الاثنين يعملوا كام؟ 3 مليون. برافو عليك، ده نصيبك من الارض. انا بقى رايي انك تبيعها، خد بالك، وتاخد لك حته ارض محندقه كده حوالي 2 فدان، وبنحت بقى معاك حوالي 2 مليون جنيه. ساعتها بقى تعمل بيهم اللي انت عايزه، تبني بيت ومركز وترعى للدكتوره ملك وتملاها بالهارسيا وتحط فيها كل الاوبشنز اللي انت عايزها. ايه رايك بقى في الفكره دي؟ وحش. انت عارف الفرق بيني وبين التجار التانيين ايه؟ ان هما بيبيعوا ويشتروا علشان يجيبوا فلوس. انا بقى ببيع واشتري علشان بحب العربيات. لما هتشوفي عربيتي هتعرفي انا اقصد ايه. يا بختها. هي ضيقه شويه. بس لما بركبها تفتح الاخر. صاروخ. صاروخ.